سيادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء. أهلا بك سيادة المستشار ومبروك على المهمة الجديدة زي ما بيتقال. الله يخليك يا فندم، ألف شكر، كتر خيرك. محتاجين الأول نعرف شوية تفاصيل، يعني حجم الصفقة. بعض الجرايد كتبت 800، البعض كتب 860، البعض كتب 880، هي الصفقة حجمها قد إيه؟ الصفقة يا فندم، المستهدف من الصفقة هو زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. عظيم جدا، 800 مليون دولار في إطار السبع فنادق دول. بالضبط يا فندم. مظبوط. زيادة كده نسبة الاستحواذ وصلت لكام في المية؟ نسبة الاستحواذ بنسبة 39%، مع الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ستساهم بنسبة 39% مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال للوصول لحصة 51%. يعني هيبقى لها حق اكتتاب للوصول إلى الحصة الحاكمة 51%. ال51%، لكن إلى الآن وقبل الاكتتاب فإنه 39% مع المستثمر، والبقية اللي هي تقريبا 61% مع الدولة. بالضبط يا فندم، لأنه الشراكة أو الشراكة هي ما بين صندوق مصر السيادي وشركة إيجوس وشركة مجموعة طلعت مصطفى القبض. عظيم جدا. طيب السؤال، حق الاكتتاب ده معناه انه هيحصل اكتتاب مفتوح في البورصة ولا اكتتاب مغلق؟ يعني التفصيل بطبيعة الحال من الممكن انه يتم تحت المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة، اخذا في الاعتبار انه سيتم خلال الاسابيع المقبلة على عدة مراحل تنفيذ الاتفاق، لكن إن شاء الله سيتم إتاحة المزيد من التفاصيل. إجمالا يمكن القول الآن أنه الغرض الأساسي هو زيادة التمويل وضخ المزيد من رأس المال بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار. يعني هذا المبلغ 800 مليون دولار هيعد ضخهم داخل السبع فنادق دول. بالضبط يا فندم، هو الفكره هي انه تم الجوهر الاتفاق انه صفقه بمثابه صفقه سيتم دخول مستثمر الاستراتيجي كما ذكرت، اللي هو الشركه العربيه للاستثمارات الفندقيه والسياحيه ايكون، اللي هي احدى شركات التابعه لمجموعه طلعت مصطفى القبض. ستدخل كمستثمر استراتيجي في ملكيه شركه ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحيه اللي بتضم سبع الفنادق التاريخية في القاهرة والإسكندرية وأسوان. كويس جدا. هل يعني الحصة بتاعت آيجوث والحصة بتاعت الصندوق السيادي، هل هي عبارة عن أسهم موجودة أيضا في البورصة ولا هي حصص غير موجودة؟ يعني هل هي شركات مساهمة ولها أسهمها المتداولة ولا لا؟ هي هيتم توزيع هيكل الملكية من ما بين شركة هيكل الملكية في شركة ليجاسي اللي تم تأسيسها كشركة للمشروع، تم تأسيسها حديثا شركة للمشروع، وحيساهم فيها أيضا صندوق مصر السيادي من خلال صندوق الفرع للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الأثار وشركة إيجوس، فيما ستساهم كما ذكرت شركة آيكون بنسبة 39%. إذن هي ستكون شركة مساهمة ما بين أو شراكة ما بين الأطراف المختلفة. طب هنا بقى دي حاجة مهمة، لأنه ما كانش ده واضح يمكن وإحنا بنقرأ الخبر. أنا كده عندي 39% دي اللي تم التخارج منها، ودي اللي خدتها مجموعة هشام طلعت مصطفى، صح كده؟ دي بالضبط. أيوة فندم، دي بنسبة 39%، وكما ذكرت مع الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال. لكن ال 61% المتبقية دي هتبقى شركة آيكون، اللي هيبقى فيها الشركة بتاعت طلعت مصطفى زائد شركة آيجوث زائد الصندوق السيادي. بالضبط يا فندم، هي شراكة ما بين الأطراف المختلفة كما ذكرت، وسيحق الشركة طلعت مصطفى المساهمة بنسبة 39% مع زيادة الحق. طيب سؤال بقى، اتفضل سيادة المستشار كمل يا فندم.
لكن هي النقطة الأساسية فندم اللي عايزين في الحقيقة نوصلها للسادة المشاهدين هي إنه الفكرة الأساسية للطروحات إن هي كما ذكر دولة رئيس الوزراء اليوم إن هي تهدف لتعظيم كفاءة إدارة أصول الدولة وزيادة عائدها، وهناك وفكرة الطروحات نفسها بتأتي في إطار عملية إصلاح شامل للاقتصاد المصري. يعني دولة رئيس الوزراء أكد اليوم على أنه عملية الطروحات هي بتأتي في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة اللي بتهدف للتخارج كليا أو جزئيا من العديد من الأنشطة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وانه الدوله المصريه حريصه على القيام بالاصلاح بغض النظر عن الاوضاع الاقتصاديه الحاليه او الاوضاع السياسيه سواء على المستوى الاقليمي او الدولي. هناك التزام ثابت على الدوله المصريه بالقيام بعمليه الاصلاح الشامل،